بعد يا ما ما هو خيب وقاب شو هنا بعد ده بعد بال بتاعت الدليل لا يجي الاثنين جوال قبل بعد وش الدوس وش يبقى دي بعد دي مشكلين بس الشيخ ان شاء الله طيب شكرا. أعزائي متابعي اليوم السابع في كل مكان، معكم حسن عبد الغفار من محافظة المنيا، تحديدا مع طبيب الغلابة زي ما بيسموه أو طبيب الفقراء والمساكين زي ما بيطلقوا عليه في قرية دلجة التابعة لمركز دير مواس. وزي ما احنا عارفين أن مهنة الطب من المهن الشريفة المحترمة وتزداد شرف عندما يقوم الأطباء بواجبهم تجاه أهالي قريتهم ومساعدتهم في توفير سواء نفقات العلاج أو التوفير عليهم في مصروفات الكشف. معنا الدكتور محمد. الدكتور محمد من سنوات طويلة من 20 سنة أو يزيد خد الكشف بتاعه، كان الكشف بتاعه بخمسة جنيه، النهاردة بعشرة جنيه، وده أعلى حاجة وصل لها الدكتور محمد. وهو معنا هيكلمنا عن أنا وسهلا بك يا دكتور محمد، أحب تعرف نفسك للجمهور. دكتور محمد علي عبد المولى علي السيار دلجة مركز دير مواس محافظة المنيا، تاريخ الميلاد 24/5/42. تخرجت من جامعة الأزهر مستشفى الحسين الجامعي 77. اتعينت في الوادي الجديد، قعدت حوالي 20 شهر هناك ما بين الخارجة والداخل، وبعدين جيت من الوادي الجديد على محافظة المنيا على إدارة المواقف الصحية على قرية دلجة. بعت فيها إلى لغاية ما نزلت من خدمة الريف إلى المركز الطبي بدل مواس، وكنت أخصص صحة مدرسية، وبعدين للتأمين الصحي لغاية ما خلصت المدة واتحلت على المعاش. احنا سمعنا عنك حكاوي كتير. الكشف بتاعك من امتى لامتى وبكام؟ بالنسبة لان الوقت مش محدد، فتلاقي الزبون ما عندوش ايه، يعني مش محدد مثلا مواعيد العمل مثلا سبعة لثمانية مثلا وكذا، فتعالى يعني ما عنديش يعني استقرار. فأنا حبيت أخصص الليل لحاجاتي الشخصية، فكشفي من الصبح اللي هو طلوع الشمس أو طلوع الفجر لغاية المغرب أو قبل المغرب بساعة كما هو موجود على الإعلان حتى على الباب. في اليوم ده مثلا انا مستعد لمقابله الناس، انما بعد كده مثلا الليل من مغرب ورايح لحاجاتي الشخصيه، اصلي اسمع حديث كده كده. الكشف بتاعك انت هنا جيت القريه من سنه كام؟ بقالك كام سنه في القريه؟ من تقريبا الثمانينات، يعني 82 83 حوالي كده. الكشف بتاعك اول ما فتحت العياده، طبعا احنا عرفنا ان انت فاتحها في البيت. ايه. اشمعنى البيت؟ لاني زي ما انت شايف مثلا زبون اهو جه، يعني بين الزبون الثاني بتاع فتره. فكوني موجود هنا في البيت في الفتره اللي ما فيهاش، يعني بين الزبون والثاني اقضي مصلحه في البيت. يعني انت على اعتبار ان انت كنت في خدمه الناس اكتر وقت ممكن. اكتر وقت ممكن. طيب قول الكشف بتاع حضرتك انت بداته بكام؟ والنهارده وصل كام؟ يعني في اول يوم انت جيت في البلد وفتحت فيه عيادتك كنت بتعمل الكشف بكام؟ ساعة ما جيت البلد كان يا سيدي يعني الكشف عادي كان 3 جنيه 3 جنيه ونص، بعدين رفع لخمسة حسب الوحدة الصحية. ويعني 3 جنيه ونص نص التمدي والدكتور. فطبعا زي ما زادت في الوحدة زادت تاني، فمن 3.5 ل 5 ل 7. ففي وقت ما عملت 10 كانت يعني مستكترها على الناس، بس قلت إن شاء الله
10 تثبت على 10 مدى الحياة. 10 جنيه هو قيمة الكشف بتاعك مدى الحياة. مدى الحياة. مش هتزيد مهما زادت المتطلبات. نفس الزبون اللي كان هنا ما بيقول مش هنزود، قلت مش هنزود. مش هنزود. طيب أنا برضو سمعت إن في يومين مجاني تعملهم. هاي يوم الخميس، الاثنين والخميس. الاثنين والخميس، أنت ما بتاخدش حاجة من الناس خالص؟ لا لا لا، حتى اللي بيحاول يسعى. طب ما الناس كده هتجي لك يوم الاثنين والخميس بس. ما فيش، فعلا أهلا وسهلا. يعني أنت مبسوط بده؟ الحمد لله. يعني الاثنين والخميس دول مجاني بالنسبة لك؟ لازم كان عليا فلازم من وفائه. إن أنا وأنا في التعليم وكانت صعوبة المواد وذاك وظروف ذاك وذاك، فكان دائما يقول الإنسان مستبعد أن يبقى في هذا المكان يوما ما. فطلعت من حالة كده، لو ربنا أخذ بيدي وجيت لعيادة رسمية، طبعا ما بدأتش أنا حكاية التفريغ ده إلا بعد ما سجلت العيادة، لكن قبل كده ما كنتش قلت لله علي نزل الاثنين والخميس. لا ندر عليك من ساعة ما كنت في قبل ما تخش الكلية. في الكلية ولا في الكلية. طيب قول لي يا دكتور، يعني أنت شايف إن العشرة جنيه قليلة ولا كتيرة، ولا أنت ممكن تخفض، ولا يعني حسب ظروف الناس ولا. ممكن يعني لو واحد كده وكده ومش اثنين ولا خميس ومثلا كده خلاص هتعب تتعب. انت مبسوط بكده؟ الحمد لله. مفيش حد لعب في دماغك يقول لك يا نبي يا دكتور عاوزين نزود المواضيع عشان نكسب؟ لا مفيش لا تمارجي ولا بتاع. يعني انت مع نفسك كده بتدير العياده كمان، مش حاطط تمارجي معاك؟ لا لا، انت مع نفسك كده بتدير العياده. جيت مثلا انا من شويه كان يعني تلاقي الباب مقفول، اللي بيجي يرن الجرس ابص لمفوق انزل اخلص معاه ويجيب العلاج واشوفه وهو يتكل على ربنا ما حدش كلمه. لكن ال 10 جنيه على عهدتك انت، على عهده الراوي دكتور محمد، مدى الحياه مش هتزيد مهما زادت متطلبات الحياه ان شاء الله.